وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون للضمان الاجتماعي مع إجراء تعديل اسم مشروع القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد بدلا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. القانون جاء ليمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق استكمل خلالها مناقشة باقي مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الذي وافق عليه المجلس خلال جلسة الأمس من حيث المبدأ. مشروع القانون جاء تفعيلا للمادة 17 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي ليضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته. عدد من النواب أكدوا أنه تم إعداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم. وفي ختام الجلسة وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون. وهكذا يواصل مجلس الشيوخ مهامه وأداء دوره الرقابي والنيابي لصالح الدولة والمجتمع.